كل من قام بجهد الدعوة إلى الله على منهاج النبوة لا بد أن تنصب له شياطين الإنس والجن الأعداء. كيف نتكافى شرورهم؟ أعداؤنا من الإنس نرحمهم، وليس معنى أن نرحمهم أن ندهن لهم أو نداهنهم في ديننا، أن نتنازل عن شيء من معتقداتنا أو عن مبادئنا لهدايتهم، هذا لا يمكن أن يكون. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذا ليس من منهج الحق، أن يتنازل الإنسان عن معتقداته عن ثوابته لهداية الناس، لا، ثوابت ثابتة لا تتغير، لكن نحن نبذل أخلاقنا. لذلك قالوا هناك فرق بين المداهنة والمداراة. المداراة أن تبذل دنياك في سبيل هداية الناس لدين الناس، والمداهنة أن تبذل دينك لإرضاء الناس. المداهنة مذمومة والمداراة محمودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداريهم، بمعنى أنه يتألف قلوبهم، يبذل الدنيا لهدايتهم، لكن لم يكن يبذل شيئا من دينه في سبيل والله بدعوة أنه خلينا مشان يهتدوا خلينا نتنازل عن شيء من معتقداتنا، لا، هذه ثوابت. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن، وقل الحق من ربكم. هذا الحق نبينه ونقرره كما هو بدون إخفاء شيء منه. بعد ذلك نبذل دنيانا، نبذل ما عندنا من الدنيا لهداية الناس. أما أن نخفي الحق في سبيل هداية الناس، طبعا في النهاية يا بعرف يا ما بعرف، إذا ما عرف الحق ما عاد من أهله، وإذا عرفه بعد ذلك الأمر له، والهداية ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. أي نوع من البلاغ؟ المبين الواضح الجلي الذي لا خفاء فيه.